بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الكلام اليوم راح يكون عن ما يكتب بداخل الأقواس البرينثيسيس في الفانكشن، ما يكتب داخل الاثنين دوات في تصريحنا للفانكشن. وسبب وإن احنا اتكلمنا عن الوظيفة بتاعه الحاجات اللي بتتحط جوه القوسين دول البرينثيسيس دول، وقلنا ان وظيفتهم تقريبا ان احنا بنستخدم حاجات معينه بتتحط جوه منهم علشان نمرر داتا او معلومات للفانكشن، وبعدين احنا ممكن نعمل اللي احنا عايزينه بالداتا دي. يعني ايه مثلا؟ يعني ممكن نجري عليها عمليه حسابيه، ممكن نضيف قبل منها رقم او اسم، ممكن نضيف بعد منها رقم او اسم او رمز، حاجات زي كده. طيب جميل خالص، هما بيقولوا على اللي بيتحط داخل البرينثيسيس ده يا جماعه بيسموه تسميه كده، بيسموه بارامتر. ها بيسموهم بارامترز. حلو، احنا بقى راح نقول عليهم حاجه تاني خالص، احنا راح نسمي البارامترز ديت يا جماعه هنسميها فاريبلز، مع تصفح مع احترامنا لكل الحاجات اللي او الفروق ما بين الاثنين، لكن هيجي التأصيل ان شاء الله باذن الله. احنا بقى ليه هنسميهم variables؟ لان هم ببساطه بيتفقوا في الهدف والغرض والوظيفه مع بعض، لان الغرض من الفاريبل هو بيكون ايه؟ انك بتحاول تشيل داتا. الفاريبل ده عباره عن كونتينر بتحط فيه داتا معينه علشان تستخدمها في وقت لاحق بعدين. البارامترز نفس الفكره بالظبط، هي عباره عن كونتينر بتشيل فيه داتا معينه للفانكشن دي، ها علشان تستخدمها في وقت متاخر بعدين. حلو خالص، لكن الفرق ما بين البارامتر والفانك او البارامترز والفاريبلز في جمله التصريح وفي جمله الاسناد القيم او الديفايننج وجمله الديكلاريشن. حلو كده، جميل خالص. طيب قبل ما نبدا الشرح عايزين نجاوب على سؤالين. السؤال الاولاني، هل انا محدود بعدد معين من البارامترز اللي اقدر اكتبهم في الفانكشن الواحده؟ يعني الفانكشن الواحده ممكن تتحدد بعدد معين من البارامترز اللي بيتحطوا جوه الاقواس؟ لا يا سيدي، اكتب اللي انت عايزه، لكن خد بالك وانت بتعرف البارامترز بتوعك لازم تفصل ما بين كل بارامتر والتاني بايه؟ بكوما. يعني بار واحد تاخد كوما مثلا، بار اتنين تاخد كوما، بار تلاته تاخد كوما، الى ان يشاء الله، وبعدين تبقى تقفل البرينثيسيس تبعك. حلو الكلام؟ جميل خالص. السؤال التاني بقى، هل انا محدود بطريقه معينه، او خليني اقصد واكون واضح في التصريح، بعدد معين من الاحرف اللي المفروض يتم امشي على 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 عليها وانا وبسمي البارامتر تبعي؟ لا يا سيدي، اكتب عدد الاحرف اللي انت عايزه. وعلشان نخلص من موضوع التسميات ده، كل التسميات يا جماعه بتخضع لنفس الرولز اللي احنا حكينا فيها قبل كده، حكينا فيها في سي اس اس، وحكينا فيها في جافا سكريبت، الفاريبل او الاوبجكت او الفانكشن او البارامتر او الارجومنت او ايا يكن اي اوبجكت من الحاجات ديت، المفروض ما يبتديش برقم، وانه المفروض يخضع للكامل الطريقه بتاعه الكامل كيس، وانه ما يكونش تبع الحاجات اللي بتستخدمهم اللغه. يعني ما تعرفليش فانكشن باسم فانكشن، ما فانكشن كلمه من الكيوردات المحجوزه في جافا سكريبت، حاجات زي كده. حلو الكلام، جميل خالص. خلينا ندخل على التقطير العملي بقى للجانب الحلو ده. معايا ايه؟ معانا ربنا ان شاء الله باذن الله، معايا كود بن، وهكتب بشكل مباشر في جافا سكريبت، وفاتح فاتح البريفيو، ومش فاتح الكونسول، انا فاتح البريفيو على طول. حلو كده، جميل. هنكتب ايه بقى يا جماعه؟ خلونا نكتب في الاول كده، راح ندرج فانكشن. حلو، ادي فانكشن، وراح نسمي الفانكشن ديت يا جماعه مثلا سي هالو. جميل، وادي البرينثيسيس وبعدين الكيرلي بريسز، وانت عارف القصه دي. حلو، حلو خالص. جوه البرينثيسيس دي بقى انا راح نحط بارامتر واحد بس، راح نسميه يوزر نيم. حلو الكلام، حلو خالص، جميل.
بعدين انا راح اكتب جوه البرين الكيرلي بريسز امر واحد واحد بس برضه هو دوكيومنت دوت رايت، وهكتب مثلا نقول هلو ما بين دبل كوتيشنز هلو او سنجل كوتس، وهعمل اوبريتور زائد وهكتب او خليني انسخ اهو انسخ نفس اليوزر. حلو كده، يبقى انا عايزه ايه الجمله بتاعت الطباعه تكتب لي هلو وبعدين تضيف لي اليوزر اللي هو عباره عن ايه البارامتر اللي ساكن في الفانكشن دي. حلو كده، ها الفانكشن كده يا جماعه تشتغل؟ لا مش راح تشتغل. ليه مش راح تشتغل؟ علشان انت عملت لها ديكلاريشن بس لسه ما عملت لهاش كولينج. حلو، ما كلمتهاش في التليفون، فنكلمها في التليفون ازاي؟ نعمل الفانكشن كولينج ازاي؟ بان انت تكتب اسمها بشكل مباشر وبعدين تحط الايه البرنتسيس. حلو كده، نروح نكتب اسمها بشكل مباشر ونحط البرنتسيس، نحط نهايه السطر، وهنكتب جوه سي هلو ما بين سنجل كوتس او دبل كوتس انا هكتب كلمه علي. حلو كده، ومسافه خلينا ناخد مسافه برضو هنا وناخد مسافه قبل من علي. حلو الكلام ده، النتيجه هتكون عباره عن هلو علي. طيب بالراحة كده الفانكشن، يعني عايزين نفهم بس بالظبط هو ايه اللي حصل. شوفوا يا جماعة، الفانكشن زيها زي الماشين بالظبط. انا عايز الناس تركز معايا شوية، يعني ايه زيها زي الماشين بالظبط؟ يعني هي بتاخد انبوتس انبوت او اكتر، ها، وبتطلع اوتبوت او اكتر. حلو، في المثال ده، في المثال اللي احنا فيه، الفانكشن تبعنا اللي اسمها سي هالو، حلو، راح تطلع اوتبوت. الاوتبوت ده عايز تقول فيه ايه؟ هالو. حلو، الاوتبوت ده بيزد على مين؟ بيزد على الانبوت. الانبوت ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن البارامتر بتاع الفانكشن. ليه؟ لان احنا منادين عليه جوه واحنا وبنكتب الفانكشن، والا لو كنا مش هنستخدم برامتر، ها احنا مش عايزين نعمل اوبر، مش عايزين نعمل عمليات على الفانكشن دي باستخدام البرامتر ده، ما كناش صرحنا بيه. لكن لان احنا صرحنا بيه فهو كده يعتبر انبوت من ضمن الانبوتس اللي لازما يكون موجود علشان الفانكشن دي تشتغل، وعلشان الفانكشن دي تشتغل لازما تكور عليه. حلو خالص الكلام ده. لما يجي البراوزر يقرا الجمله دي سي هالو وبعدين علي، المتصفح يا جماعه يفهم ايه؟ المتصفح يفهم حاجه جميله خالص، خلونا كده نكتبها علشان ايه؟ علشان ما ننساها. هنكتب ايه يا جماعه؟ هنكتب السطر ده، وعايزك تركز معايا بالله. ناخد خط وهنكتب كده var ها سي، انت سميتها هلو، ها وانا هحط بيساوي، ها رحت كتبت كلمه فانكشن، اكتب فانكشن وجوه البرامتر اللي انا سميته يوزر نيم. البراوزر المتصفح راح يفهم كده. طيب بالراحه كده، المشكله فين؟ المشكله فين؟ المشكله لغايه دلوقتي اني انا عملت ايه؟ انا عملت ديكلاريشن لفاريبل اسمه يوزر نيم، ها اللي هو البرامتر بتاع الفانكشن. طيب انا لما عملت له ديكلاريشن عملت له ديفايننج، يعني حطيت فيه قيمه؟ لا، انا لسه ما حطيتش فيه قيمه. جميل، فتروح جافا سكريبت تعمل عمليه ايكويشن مع السطر اللي احنا لسه كنا كاتبينه ده. جميل، تعمل ايكويشن مع السطر اللي انت ناديت فيه على الفانكشن اللي هو المخرج، وانت بتقول سي هلو، ده السطر بتاع الاوتبوت بتاع الفانكشن، فتجراه تلاقي ان فيه حاجه غريبه. ايه الحاجه الغريبه اللي فيه؟ اللي هي الكلمه دي، كلمه علي. حلو، تروح بشكل تلقائي تسند او تسكن القيمه الموجوده في السطر المناداه ده على انها قيمه للفاريبل اللي تم التصريح ليه في بدايه الفانكشن اللي هو البارامتر بتاع الفانكشن، وديت يا جماعه بتكون طريقه الفانكشن في اسناد القيم للمتغيرات. وده اول اختلاف ما بين الفاريبل وما بين البارامتر،
بكده الفانكشن بتختلف في الديكلاريشن للفاريابلز بتوعها اللي احنا سميناهم بارامتر. في ايه؟ في ان الفاريابلز العاديين محتاجين ان انا اكتب لهم جمله فار، لكن انا في الفانكشن بكتب البارامتر بشكل مباشر من غير ما اكتب فيه كلمه فار. حلو حلو. لكن ده مش معناه اني ما اقدرش اعرف فاريابلز داخل البادي او داخل الكود بلوك بتاع الفانكشن جوه الكيرلي بريسز يعني. لا ده حوار تاني خالص انا مش هنحكي فيه، بس ان شاء الله باذن الله بعدين. جميل جميل. النقطه الثانيه يعني ادي اول اختلاف في 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 في, في, في اسناد في 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 الديفايننج كمان. يعني احنا اتكلمنا عن نقطه الديكلاريشن، يبقى في الديكلاريشن الفرق ما بين الفاريبل وما بين البارامتر اهو، انت بتعرف البارامتر بشكل مباشر من غير ما تكتب var، لكن في الفاريبل انت بتكتب جمله var. في اسناد القيم انت في الفاريبل بتكتب مثلا var علي var a بيساوي حاجه، ها لازم تحط الايكويشن علامه المساواه، لكن هنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الفانكشن لا حبيبي، انت بعد ما بتخلص تعريفك وبتحط القيمه بتستخدم بتنادي على المعادله، ها بتنادي على الفانكشن وبتحاول تحط فيها قيم البارامترز اللي انت عايزها تحط فيها قيم البارامترز بالترتيب 1 باي 1 باي 1. حلو كده. لكن لان احنا مستخدمين بارامتر واحد واحد بس، كان في قيمه واحده وواحده بس الايه، قيمه واحده وواحده بس ليه اللي بيكتب للنص اللي او للداتا اللي بتتكتب جوه البرينثيسيس اثناء سطر الكولينج اثناء سطر منادات الفانكشن. حلو الكلام ده. حلو. يعني انت عايز تقول ايه؟ انا يعني انا عايز اسالك سؤال كده، يعني هل وجود علي ده اسينشال ولا لا لعمل الفانكشن؟ يعني انا لو شلت علي ده خالص او انا لو شلت الكلام ده خالص هيحصل ايه يا جماعه؟ عملت سيف هيقول لي undefined. حلو. وده اهو ما ده اللي احنا بنحكي فيه يا جماعه. انت عملت ديكلاريشن لفاريبل، ها بس لسه انت ما عملتش ليه ديفايننج. دي ده الفرق اهو، ده اللي احنا بنشرحه يا جماعه. بنقول الفرق ما بين طريقه الفاري الفانكشن في انها تعمل اساين، في انها تعمل ديفايننج يعني تعمل ديكلاريشن وبعدين تعمل ديفايننج، الفرق ما بينها وما بين الفاريبلز. انت هنا عملت ديكلاريشن لفاريبل اللي هو البارامتر بس لسه ما حطيتش فيه قيمه، يعني لسه هو دلوقتي undefined، عشان كده بيقول لك undefined فلازم تحط لي قيمه. طالما انت ما حطيتش قيمه ما كانش في داعي انك تستخدم اساسا البارامتر اللي فوق. انت معرف متغير ليه؟ علشان تستخدمه. طالما حطيت في الانبوت بتاع الفانكشن يبقى اسينشال لازم تحطه لي في الاوتبوت، والا ما كنتش حطيته من الاساس. فوجود الفاريبل ده يا جماعه او وجود البارامتر او وجود القيمه دي ضروريه او اسينشال لعمل الفانكشن، والا ما كان في داعي لان طبعا الماشين راح تكور عليه كانبوت. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم ده، وان شاء الله باذن الله الامور راح تمشي تباعا، يعني بالامثله هتلاقي الامور توضح بشكل افضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.